أيوة يا سيد، أنت فين؟ دلوقتي حالا. يلا. مكان شاعري ما قلناش حاجة، طبيعة تحفة برضه ما اختلفناش، بس ممكن بقى تقولي أنت عايز إيه؟ مستعجلة تعرفي يعني؟ وأنت شايف إيه؟ شايف واحدة مختلفة، كلامها في طريقتها مختلفة في كل حاجة. بطل بقى وقول أنت عايز مني إيه؟ بصي، في ناس بيعتبروه شر وناس تانية بيعتبروه خير. هو إيه ده؟ الجواز. حبيبي أنا عايز أتجوزك. إيه؟ طلعتي من اللي بيعتبروه شر ولا إيه؟ أنا عارف إن أنت ممكن تبقي متفاجئة، فاكرة إنك مش عارفة عني كل حاجة. بالعكس، حياتي كلها عندي، من ساعة ما كنت خياطة في الجبل لغاية ما أنت واقفة قدامي دلوقتي، وشوية الهزار اللي في النص. بس ده مش كل حاجة. أنا مالي ومال حياتك قبلي، أنا ليا من دلوقتي. مجدي، أنت كل حاجة بتعملها معايا المفروض تخلينا نفكر إنه جوازك مني ده فرصة. هو أقول لك في ثانية إني بحبك وبموت فيك، بس أنا بصراحة بحب أكون معاك، بحب حنيتك عليا، بحب كل حاجة بتعملها علشاني. بس ما بحبكش. خلاص نتفق. نتفق على ايه؟ عقد حب 5 سنين. مجد، انا بتكلم بجد. وانا بتكلم بجد. نتفق هنتجوز 5 سنين. قدرتي تحبيني هبقى اكتر واحد فرحان في الدنيا، ما قدرتيش وعايزه تبعدي نطلق، بس افتكر انك هتحبيني وبعدين نبقى نجدد العقد. انت انسان غريب حبيبة. في قرار بيبقى صح بنسبة 100% في وقت غلط بيبقى قرار فاشل، وقرار صح 70% في وقت صح بيبقى قرار ناجح. بس أنا مش مقتنعة بنسبة 70%. 60 62.5. أجرب أخسر إيه يعني؟ بالعكس، هتكسبي كل حاجة. الموضوع ده لازم ينتهي من النهارده. يا مدام، انا لو عملت اللي حضرتك بتقولي عليه ده وحد شم بيه خبر، انا ممكن رقبتي تروح فيها. محدش هيعرف حاجه، ولو حد عرف يبقى اقول لهم ان انا اللي قلت لك. الموضوع مش بالسهوله دي. سيد، من النهارده مش عايز اسمع اسم حبيبه ده تاني. يا هلا، ما انا بتكلم عشان الصالح. اللي انا اقوله يتنفذ وبس.